السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أتحدث بصفتي قاضيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وهي محكمة مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية والتابعة للمفوضية الأمم المتحدة، وبها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتمتع بالمزايا والحصانة الدولية المنصوص عليها إنكواردور الدولي، وكذلك أنا عضو الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهي هيئة عربية دولية تابعة لجامعة الدول العربية. حديثي اليوم هو عن المعسرين والمتعثرين ماليا وأصحاب النفقة والقارمين ومنهم خلف القضبان من المواطنين، فإني أرى بصفتي قاضيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية إنشاء صندوق للسداد أو عمل بنك يقوم بشراء مديونياتهم، وهذا أفضل من الحبس والسجن وتفكيك المجتمع الإماراتي وتشتيت الأسرة وضياع الأبناء، وهذا الأمر غاية مستحقة تستلزم الوقوف والعمل من أجلها، فمن وقع في هذا البلاء هم من أصحاب الدخل المحدود المعسرين، فهؤلاء ليسوا مجرمين، وهناك كثير منهم لا يزال خلف القضبان، وهؤلاء ليسوا مجرمين ولم تسجل ضدهم أي قضايا جنائية، هي فقط الظروف والحاجة وضيق ذات اليد وحدها من جعلتهم يواجهون هذا الموقف الصعب. وأشير إلى ضرورة المساعدة العاجلة بالإفراج عنهم ومنحهم مهلة مالية، وعلى المفرج عنهم السعي للعمل ليكونوا منتجين ويكون الواحد فيهم عضوا فعالا في المجتمع ليتم تحسين وضعه، فالدولة بحاجة إلى أبنائها المنتجين وليسوا خلف القضبان. ووضعت لهم الحكومة الرشيدة صندوقا أسمته صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، وأرى أن يتم معالجة المديونيات وديون هؤلاء بحيث تشمل هؤلاء المحبوسين وغير المحبوسين والهاربين والمختبئين ومنهم على ذمة قضايا مالية متعثرة وصدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن ثم من تنظر المحاكم قضاياهم المرفوعة عليهم، وكذلك من فتحت فيهم بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الإمارات العربية المتحدة. وأرى سرعة الإفراج عن هؤلاء المواطنين المحبوسين ليتمكنوا من تقديم طلباتهم لتسوية مديونياتهم وعمل من ليس لديه عمل، حتى يكون لديه راتبا ثابتا بمن فيهم المتقاعدين، حتى يكون الشخص فعالا في المجتمع. وبهذا الهدف تأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء هذا الوطن الغالي المعطى ولأبناء هذا الوطن الكريم، وتعزيز مستوياتهم المعيشية وتوفير لهم سبل الراحة، ويأتي ذلك ضمن حرص القيادة
الرشيدة الحكيمة على ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع الإماراتي. فقد أولت الإمارات العربية المتحدة أولوية قصوى للمواطنين والحفاظ عليهم وعلى أسرهم، فكان هذا العطاء والكرم من سمات دولة الإمارات العربية المتحدة، أرثا إنسانيا رسخ دعائمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الاتحاد، طيب الله ثراه.